زغر طوله قام يشطح. كان ماسونية اللي جو يحكيوا على الدين، أنا واحد فاسد يجي يحكي لي أنا على الدين يعلمني ديني. نتمنى من ربي مش من العباد، إن شاء الله ينظر لنا في الجيل هذا العاهرة. شنو الطفل يتعدى من قدامك يسب ربي ولد 6 سنين؟ توا الأم والبو وهما المش متربين. قالوا هيدا هنا أنت راجل بعيدة تسرق مرأة، تبدأ التربية من الغادي. عليه الجيل هذا زاد باش علمو هكا طالع هكا وي ونون جوستومون. الله لا تربحهم، هذم حقوق الإنسان والحرية والحرية. حرية تعزيكم، احنا تولدنا قلنا الحرية. اش معناه حرية؟ الله سبحانه وتعالى بعث دروس قليلا ما يعقلون، كثير للحق كارهون. مدام نحكيو اليوم على التربية، وما أدراك ما التربية، شنيا رأيك في التربية؟ تريثولي فيك قلبك معابي مادام عملت كيكة. يلا أنا أصلي مربية من زمان، متاع زمان والله ورث بنتي. كنا زمان كنت ناس بسيطة في جمهورية تونسية، راه ما نتكلمش أنا ما عنديش العنصرية اللي انت منين، وانا أنا ضدهم. فمت كنا التوانسة كنا عرب، قسما بالله كي تخرج للشارع الحومة هذه البقعة هذه اللي انت واقفة فيها، كانت بلاصة اسمها الملحية، اسمها بربوات الملحية، قسما بالله كي تتعدى يطبسوا روسهم. وانا عندي ذكرى في الأسواق قدام دا، قسما بالله صبي من صبيان البربو ما نجمش نسميهم خاطر شنو لهم من جار، خنق طفل مع الحيط ما ننساهاش، عند 40 سنة في الأسواق. قالوا هيدا هنا أنت راجل بعيدة تسرق مرأة، تبدأ التربية من الغادي. وتوا ما ثماش نخوة، ما ثماش رجال تربي ونساء تربي. توا الأم والبو وهما المش متربين، كان قبل الأم والبو متربين والمجتمع كان متربي. لما أنت تربي صح ولادك يطلعوا صح، خاطر المجتمع متربي. وقت اللي انت تتربي غلط الاولاد يطلعوا يتكشفوا من والدين اللي هما مش متربيين. هكا احنا خاطر في الشارع كنا قبل نحترموا الكبير والصغير، لعنا سبين ربي. عندنا كلمات يقولوها ناس اولاد وبنات يقراوا في ديارهم، احنا كانت عندنا غريب ما نقولوهاش. بنات الحفصيه رانا فهمت. المشكلة الأساسية هي الماسونية اللي تسيبت في العالم العربي من عام 46، خذيتها الطعم الكبيرة هي تونس شمال أفريقيا بدأ. والتاريخ والأرقام والواحد أكو مكتوب في العالم، ما جبت شيء من عندي. الإنسان يزم يتبع الثقافة مش السخافة. تلفزنا شيهم يا بنتي، لا العاهرة واللي ما يحكي ذيك الماسونية اللي جو يحكيوا على الدين. أنا واحد فاسد يجي يحكي لي أنا على الدين يعلمني ديني. وكريو حتى الأئمة بنيت، ما عادش عندنا حتى شيء، ما عادش عندنا حكام، ما عادش عندنا فوكاتية، ما عادش عندنا تعليم، ما عادش عندنا. المشكلة الأساس زغر طوله قام يشطح، والعزوزة هذا المين توا برشا ناس فاقد. إي ابدا بروحك انهي ربي. شنو الطفل يتعدى من قدامك يسب ربي ولد 6 سنين؟ شنو الطفل يقبح يقول كلام زايد؟ هذه وين امه وين ابوه؟ خاطر ابوه يقول في الكلام زايد لامه في الدار. نعرف كل شيء، مربي انا راه والله العظيم قسما بالله لا تقومنا قائمه لا فلوس لا تطور لا حد شيء الا ما نرجعوا القيم نتاعنا الصحيحه. ما هي القيم؟ التربية. ما يهمنيش يكش تعبد راهو. هما علاش يحاربوا فينا احنا في الإسلام المعتدل؟ لأنه يعرف الناس كل تبعوا. شفت أنت تو، شفت غزة. ناس دخلت الإسلام كانوا يقولوا عليهم إرهابيين. فهمت؟ أخلاق. ما يهمنيش شكون بدينك. أخلاق تربية. التربية والأخلاق والله العظيم تلقى حتى أولاد متربين والدين مش متربين. لانهم النطفه نتاعهم باه، والله لحنا باهين. نحكي على العرب بصفه عامه، ما نحكيش على تونس، انا مانيش انا عربيه ومسلمه. تيما هذاك اللي يقسمونا، يقسموا هما بعضهم الى متى؟ علاش الجيل هذا زاد باش تعلموه هكا؟
طالعة هكا وي ونون جوستومون. باهي انت كتونسية ومرأة تونسية، شنيا رايك في التسيب اللي قاعدين نشوفوا فيه تو في الشارع؟ اي انا رايي شو التسيب، عندي راي، عندي راي، يلزم ثم انضباط، انضباط. الله لا تربحهم هذم حقوق الانسان والحريه والحريه، حريه تعزيكم، احنا تولدنا قنا الحريه. اش معناها حريه؟ فسر هيك. فاهمين الحريه، مفهوم الحريه بالغالط. مش هذيك الحريه. الحريه اللي انت ما تكبتنيش نعبر على مقصودي بتربيه. الحريه هي انا من عندكش. انت تحب الاحمر نحب نكح، انا حره. هذايا في الدين راهو. المبيحات والحرام والمبيحات. أنا أنت كي تاخذ راجل بنتي قل له القرآن كلام الله سيف علي وعليك مبيحات، أنت تحب ملوخية أنا نحب مقرونة، أنت تحب هذيك مبيحات. فهمت الحرية شنية؟ كي جا بها الإسلام يا ستوكو، جا بها الإسلام، أقراو كتب ما يزيني من الكتب، يزيني أقراو القرآن بركة. أنا واحدة من الناس ما نقرا حتى كتاب راه متثقفة، نقرا كل القرآن نحب نفهمه، نحب نفهمه والله. ورث ولادي قسما بالله، امشي في الشارع وترى انسان متربي يعجبك، بارك الله فيك. انا اقول والله جرب جرب تربيه، لا يعطيك حتى شيء المتربي، ها يحبوا المتربيين. وربي قالها الطيبون، هذيك نتاع مش نتاع جواز، راهي احنا فاهمين القران بالغالط، فهمت؟ الباهين راهو مع الباهين والخايبين مع الخايبين، الباهي ينصر الباهي. والله العظيم عيب وين ماشيين احنا، طز احنا كملنا كل شيء، هذوما وين ماشيين الجيل هذا؟ انت وين ماشيه؟ واللي باش تجيبه وين ماشي؟ شفتوا تدرس، الله سبحانه وتعالى بعث دروس قليلا ما يعقلون كثير للحق كارهون. درس ليك يا بنتي، شوفوا شوفوا غزه شنو اللي صاير فيها، شفتوا العالم؟ ربي كشف، قل له يا ربي كشف لي عدويا من حبيبي، ربي كشف واحنا مازلنا نجروا ورا الفلوس. هل انتم ضامنين باش نعيشوا واحنا غدوه؟ ربي يضرب الكره الارضيه، شو باش تعملوا؟ باش تقابلوه؟ التربيه في بالك الناس اللي اخلاقها عاليه يوم القيامه في الفردوس الاعلى؟ والله العظيم صدقني انا ماني ضد الناس تعرف ولا تشطح ولا تغني ولا ما يهمنيش، لان هذا موجود في القران، فريق في الجنه وفريق في السعير. الامين والصادق والتربيه مربوط، اللي مش متربي لا تقع لا صادق لا امين، رد بالك منه عايش بنتي. يعيشك. انا نعطيك في معلومات لاني انا تضربت وما احلاها الحياه تتعلم. بنيتي انا نتمنى من ربي مش من العباد. ها؟ ان شاء الله ينظر لنا في الجيل هذا. امين يا رب. والله مش ورود ولا جيل، وقت اللي يتعدى طفل موجودين هما باين، موجودين كيف كاكا. موجودين ناس متربيه. وقت يتكلم وقت اللي رزين يشدك ولا يشيلك موجودين، الحمد لله ما تقطعوش. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ونقول كلمة حق، وقلت لك كثير للحق ربي قالها مش أنا. ها الوالدين هي اللي مش متربية توا.